للمرة الرابعة على التوالي يؤدي عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية ليتبوأ مجددا منصب رئيس الجمهورية بعد أن تم التصويت عليه بالأغلبية في انتخابات 17 أبريل. بوتفليقة الذي كان قاعدا على كرسيه المتحرك ردد نص اليمين الدستورية بعد أن تلاه عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية لعهدة تدوم 5 سنوات. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأسهر على استمرارية الدولة. رئيس الجمهورية وفي أعقاب اليمين الدستورية ألقى كلمة مقتضبة على الحضور. أعرب لكم بداية عن جزيل شكري على تشريفكم أيها بأغلبية أصواتكم، وأنوه بالسكينة التي جعلت موعد 17 من أبريل عرسا للديمقراطية في خدمة استقرار بلادنا وإعمارها، وأجزل التقدير للمترشحين الآخرين لهذا الانتخاب الرئاسي الذي آل فيه الانتصار الأكبر الحقيقي للجزائر، وأخص بالإشادة مئات الآلاف من أبوان الدولة في صفوف الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن والوظيف العمومي الذين سيروا على تنظيم هذا الاستفزاز وتأمينه وضمان حسن سيره. مراسم أداء اليمين الدستورية سبقها تقديم تحية للرئيس بوتفليقة من قبل عناصر الجيش الشعبي الوطني وفرق خيالة تابعة للحرس الجمهوري، قبل أن يدخل الرئيس قاعة المؤتمرات أين تواجد كبار المسؤولين في الدولة من السلكين المدني والعسكري، إضافة إلى شخصيات تمت دعوتها للحضور، في حين غابت أبرز وجوه المعارضة عن حفل نادي الصنوبر.